شلونكم أغاتي؟ اليوم حديثنا مناسبة كبيرة وعزيزة، هي زيارة البابا الحبر الأكبر لعالم المسيحية، وبابا حاضرة الفاتيكان اللي هو الأب الروحي لجميع المسيحيين الكاثوليك في العالم، ومنهم المسيحيين الكلدان في العراق، وهم أكبر مجموعة مسيحية في العراق. نحكيها للتاريخ، هاي أول زيارة لصاحب هذا المنصب الكبير منذ تأسيس يعني حاضرة الفاتيكان وتنصيب البابا. زين، هاي أول جاية لمنصب البابا إلى العراق. يعني بالعهد العثماني كانوا نعم يجون مبعوثين للبابا للعراق، يعني بافتتاح إحدى الكنائس الكبيرة في بغداد إجا مبعوث للبابا إلى بغداد، يعني مرسل من الفاتيكان، بالإضافة إلى من يعني نعتبره سفير للفاتيكان في بغداد في العهد العثماني، اللي يسموه كانوا يسموه القاصد الرسولي، يعني هو منصب السفير حاليا. كان القاصد الرسولي يعني سفير البابا في بغداد يقابل بمنتهى الاحترام والتهيب والتقدير لدى الجهات الحكوميه بايام الدوله العثمانيه. وبالمناسبه اتذكر شخصيه عراقيه هي اول شخصيه كتبت عن زيارتها إلى مقام البابا في الفاتيكان، وهو الأستاذ يوسف رزق الله غنيمة، وهذا أديب وباحث ونائب ووزير عراقي معروف. هذا راح إلى الفاتيكان والتقى بالبابا يوم ذاك، وكتب ذكرياته ويعني مشاهداته ولقاءه ببابا الفاتيكان. على كل حال، أهلاً وسهلاً بالبابا في بغداد. أريد أتحدث عن المسيحية بالعراق، يعني ولو هذا حديث لا نهاية له. هؤلاء عاشوا، المسيحيين عاشوا بالعراق حتى في بغداد قبل تأسيس بغداد، هم أخبارهم معروفة، أخبار الأديرة والكنائس الموجودة في بغداد معروفة. ما أريد أتوغل بالتاريخ القديم وأحاول أن أركز يعني على مشاهد يعني التاريخ القديم، لكن راح أتحدث عن مشاهد القرن المنصرم، القرن العشرين أو الأحداث القريبة من يوم. أكثر المسيحيين في العراقيين هم من الكلدان. نعم، توجد يعني مجموعات أخرى، أرثوذكس وبروتستانت، ويوجد أرمن وآثوريين، لكن الكلدان هم أكبر مجموعة من المجاميع اللي يسموها المجاميع السريانية في العراق. إحنا من طفولتنا عشنا مع المسيحيين كأصدقاء، بين العوائل، بين يعني الصبيان، بين البنات، يحتفلون معانا ونحتفل وياهم، ويحزنون ويانا ونحزن وياهم. احنا كنا منطقتنا الصالحية في بغداد كان عدد المسيحيين اكثر من المسلمين، وخصوصا في دور السكك، لان اكثر كانت موظفين السكك يعني من هذول المهرة هم من المسيحيين العاملين في دوائر السكك الحديد. كنا ندز لهم اكلاتنا المعروفه، الاكلات الموجوده عند المسلمين في بغداد، هم يدزون الكيك والكليشه اللي على طريقتهم. وهذا حديث طويل عن جماعه المسيحيين في بغداد. كانت بغداد مناطق ومحلات اكثريتها مسيحيه، مثل عقد النصارى الموجود في شارع الرشيد، كمل الارمن، الصالحيه، البتاويين، اضافه الى المحلات الاخرى يعيشون محبوبين بين جيرانهم المسلمين او اليهود او الصبه، يعني منطقه الكراده ومنطقه الباب المعظم وحتى الميدان، كان هناك الكثير من المسيحيين، وهم يعني لهم صلات كبيره وذكريات كبيره مع اخوانهم في بغداد. انا اعتقد ماكو احداث كبيره متميزه نقول عليها احداث مسيحيه، لان حالهم هو حال باقي الشعب، حوادثهم مشتركة، لكن أكو شخصيات مسيحية دخلت التاريخ مثل ما يقولون من أوسع الأبواب، ويمكن أن نعدد عدد منهم بهذه الحلقة. أول شرقي يصل أمريكا هو من الموصل، الياس بن حنة الموصلي، هذا بالقرن السابع عشر قدر أن يزور العالم الجديد يعني أمريكا، ويتحدث يعني عن مشاهداته بكتاب نشر مؤخراً،
يعني مثلا نتذكر الأب الكرملي، الأب أنساس مار الكرملي، نتذكر يوسف رزق الله غنيمة، نتذكر يعقوب سركيس المؤرخ العراقي الكبير، نتذكر متي عقراوي أول رئيس جامعة بغداد، جامعة يعني رئيس جامعة بغداد الأول، الأستاذ غوريس عواد وأخوه ميخائيل عواد العلماء وأعضاء المجامع العلمية، نتذكر الصحفي الكبير رفاعي البطي مؤسس الصحافة الحديثة في العراق، نتذكر الدكتور حنا خياط أول وزير صحة في العراق هو الدكتور حنا خياط، نتذكر أول صاحب مشروع لمحو الأمية هو مسيحي ثابت عبد النور، يعني نتذكر مثلا يوسف سلمان فهد مؤسس الحزب الشيوعي العراقي وكان مسيحي، ونتذكر من الموسيقيين العراقيين يعني منير وجميل بشير، نتذكر عفيفة اسكندر، سيتها قبيان، شخصيات مسيحية، من الملحنين ناظم نعيم، من الرياضيين نتذكر عمو بابا وغوردس اسماعيل وشدراك يوسف ودقلص عزيز، شخصيات كبيرة في تاريخ العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسائر الاختصاصات الأخرى. هنا أيضا أريد أتحدث عن كنائس، ولكن راح أتركها إلى حلقة أخرى. كنائس بغداد كثيرة، أكثر من 100 كنيسة في بغداد، منها تقريبا نصفها كنائس قديمة، يعني راح أتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة. ولكن أذكر الناس هنا مثلا كنيسة اللاتين، كنيسة آباء الكرملي في منطقة الشورجة، تعد حاليا من الكنائس القديمة، هاي انفتحت سنة 1871، وبعدين كنيسة أم الأحزان بالشورجة اللي هي بظهر كنيسة اللاتين، هاي أيضا يعني مطلة على السوق العربي، هذه أيضا من الكنائس الكبيرة. وأيضا الأقدم من كلش كنيسة الميدان، كنيسة الموجودة في يعني منطقة رأس الكنيسة بالميدان، وإضافة إلى كنيسة الأرمن بساحة الطيران، كنائس كبيرة ومشهورة وتعد من مشاهد بغداد الحديثة أو حتى القديمة. حقيقة ما حدث للمسيحيين العراقيين بعد 2003 يعني حدث طارئ إن شاء الله، اللي هاجروا إلى خارج العراق إن شاء الله هجرتهم مؤقتة، وهاجس الهجرة بدأ يضعف عند المسيحيين، وإن شاء الله كلهم يرجعون والباقين يستقرون بأمان في بغداد والعراق. ولهنا وتخلص حكايتنا لهذا اليوم، في مال الله. ولا تنسونا بإعجاباتكم وتعليقاتكم، شاركونا.